لك منين جبت البلوي الحالي انا؟ رح تخرب لنا العيله هالبنت. اهلا وميت سهلا. أهلين أبو جعفر. والله لك العمى ضربك على عدنبك. قول يا الله شبك خلعت لي رجلي. والله مو قصدي، لا تواخذني أبو جانتي. قلي بقى هلا خير شو بدك؟ بدي أسألك، إلك ولا للديب؟ لا والله الديب أسرع مني. لك خسر، علي الحلال أبو جانتي لحاله بيشيل 5 ديابة مع بعضهم. تفضل. إيه قلي شو طلباتها؟ بصراحة أبو جانتي، أنت أخ وما بيتخبى عنك شيء. حبيبنا. يعني أنت قاطع علي الطريق وواقف بوش مستقبلي الكروي. أنا قاطع عليك الطريق؟ شو مفكرني بلدية ولا محافظة ولا مؤسسة الكهرباء عم ساوي صرف صحي؟ عم يجملوا المدينة هدول، ممكن يقطعوا الطريق، أنا شو دخلني؟ يعني أبو جانتي أنت واقف هيك بطريق دخولي للمنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي دفعة واحدة؟ إيه المنتخب الإيطالي، وبأسوأ الأحوال الإيسي ميلان. إيسي ميلان؟ لك انت بالاسي ميدان اذا راحت بقلعوك. ضحكتني. المهم بدك تحكي لي مع جينا، جينا هي مفتاح القصة وهي بدها تاخذني للعالمية. جينا؟ لك ايه جينا؟ واذا دخلت المنتخب الايطالي اول شيء بصير بحكي ايطالي. بوناسيرا، بوناسورا، بونتوري، هانابيرو. شوف سعيد بيعمل ايه؟ بص 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 شوف سعيد بيعمل ايه؟ ها حبيبي جود يا وسوزو. احلى احلى طيبه. علي ايه طيب طيبة يا مسعود طيبة. شي واحدة من الدور. ايه 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 جلس نحرق اختها النومة. شو الله بلاني انا بلاني من يوم يوم سيك لقلك. لازم نفحصه شو سبب الشهيرة هذا. بدي نام. طيب انا مشان الله بوسى لايدك، عندي شغل تعيب انا. لك امتى شلت الفلتر انت تبع الاشطمان هيك لحتى عم تشخر كل الشخير؟ نزيل بكره ركب لك اياه عند جنط. سعيد بوسى لايدك. سعيد بدي نام. ها ايه سعيد. لك بدي نهام. من نور عواطف. لك يا سعيد والله مالي غيرك مالي غيرك يا حبيبة القلب. هلا روح نام بحضنك.